كأن البلدات العربية منذ زمن بعيد تحت وطأة الضائقة السكنية الخانقة، فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكن الذي يطال عموم الجمهور في إسرائيل، تواجه الأزواج الشابة في البلدات العربية مصاعب جمة تتعلق بالأرض والتخطيط والبناء وتخصيص الموارد في القرى والمدن العربية وفي الأحياء العربية في المدن المختلطة. قناة هلا تسلط الضوء من جديد على هذا الملف الشائك قبل نحو 100 يوم من الانتخابات، وتسأل عن دور الأحزاب في هذه القضية وعن قدرتها بتوفير حلول عملية تخفف من معاناة المواطنين، وإن كان قد طرأ تحسن ما في السنوات الأخيرة بهذه القضية. للرد على هذه الأسئلة وغيرها، يسرنا أن نرحب بضيفنا عضو الكنيسة السابق ورئيس المركز العربي للتخطيط البديل الدكتور حنا سويد، الذي ينضم إلينا الآن مباشرة من عيلبون. مساء الخير دكتور حنا سويد. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية، كيف تقيم اليوم الأزمة السكنية في مجتمعنا العربي؟ وهل هناك بلدات تعاني أكثر من غيرها من ضائقة السكن، مثلا في منطقة النقب؟ ضائقة السكن في المجتمع العربي هي ضائقة حقيقية، صحيح أنها تتفاوت في الحدة من مكان إلى مكان. طبعا القضية الرئيسية أو الأصعب أو الأكثر يعني شائكة هي في النقب، نتيجة عدم انصياع الحكومة للمطلب العام للجماهير العربية بالاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لمواطنيها بالسكن وبتطوير بلداتهم كما يروق لهم على أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. ولكن أيضا البلدات العربية المعترف بها منذ مئات السنين أيضا تعاني من هذه الضائقة السكنية. ودعني أقول بكل وضوح وصراحة بأن استمرار هذه الضائقة لأكثر من عقدين من الزمن يؤدي بكثير من العائلات العربية إلى التفكير بالهجرة حقيقة من هذه البلاد، حيث من يقرر بالانتقال للسكن من بلدة عربية إلى مدينة كبرى مثل حيفا أحيانا يهون له أو يهون عليه أن يهاجر من هذه البلاد كلية. وكما أقول رب ضارة نافعة، إنه تضييق الخناق على الهجرة إلى كندا وأستراليا والدول التي تستوعب الهجرة سهل يعني أو منع من هجرة المئات لا بل الآلاف من الأزواج العربية إلى خارج البلاد في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنة الأخيرة حيث سمعنا في أعقاب انضمام القائمة الموحدة إلى الائتلاف الحكومي بأن ضائقة السكن ستنتهي وسيتم حلها، لم يحصل تقدم فعلي وجوهري. هناك تقدم على الورق بأنه صدق على خريطة هنا وخريطة هناك تشتمل على مئات الوحدات السكنية، ولكن لم يتم تنفيذ أو تم تنفيذ النزر اليسير فقط من هذه الحلول السكنية التي بقيت على الورق وفي الأدراج وعلى الرفوف، ولذلك ضائقة السكن ما زالت مستمرة. نحن كمجتمع عربي في هذه البلاد لدينا حاجة أو هناك نقص يقدر بحوالي 1000 إلى 2000 وحدة سكنية كل سنة، وهذا يتراكم ويتجمع على مدى عقود من الزمن، ونحن اليوم في نقص لا يقل عن 20,000 وحدة سكنية هي بحاجة البلدات العربية إليها حتى نعم. تتنفس العائلات العربية وتجد حل لائق لسكنها. دكتور حنا سويد، ما هي الحلول المطروحة اليوم للتعامل مع الأزمة السكنية في المجتمع العربي؟ هناك الحقيقة مشاريع تطرحها يعني وزارة الإسكان، ولكن المشكلة في هذه الحلول هي أنها مفصلة وملائمة ومهندسة للمجتمع اليهودي، وتتركز في البناء المكثف والبناء الشاهق وما إلى ذلك. وكما نعرف وهي لا يعني تنفع
في المواقع وفي البلدات العربية التي يسود فيها الملكية الخاصة للأراضي، وكل إنسان يبني حسب احتياجاته، وليس كل إنسان على استعداد لأن يحول قطعة الأرض التي بملكيته إلى بناء مكثف وشاهق. فلذلك ما يطرح من قبل وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل للبلدات العربية لا يلائم الاحتياجات ولا الواقع المعاش في البلدات العربية، وهو ينطوي على تغيير البيئة والهيئة العامة للبلدات العربية، وهذا ما لا يقبله المواطن. فلذلك كل ما نراه من القرعات التي يتم تداولها هي تطال البلدات العربية بجزء كبير، جزء قليل جدا يكاد يصل إلى الصفر، وفقط هنا وهناك، فقط مدينة الناصرة اللي كانها مدينة كبيرة تحظى ببعض الحصص من هذه القرى التي يجري تداولها الآن، ولكن غالبية البلدات العربية ما زالت تعيش أقول في الخرائط التي تتم المصادقة عليها، ويصعب على السلطات المحلية تطوير البنى التحتية من أجل إتاحة الفرصة لاستصدار رخص بناء وإتاحة الفرص للمواطنين لكي يبنوا بيوتهم. وهذا الواقع عمليا معاش وقائم منذ أكثر من عقد أو أكثر من عقدين حتى، والمشاكل تتراكم أكثر وأكثر. وأقول أنه لا توجد بلدة عربية تخلو من الضائقة السكنية بالتوصيفات التي ذكرتها. طبعاً الحل طبعاً الذي يجده، نعم نريد الحلول، نعم تفضل. الحل الذي تجد بعض العائلات العربية هو بالانتقال من بالسكن من البلدات العربية إلى البلدات اليهودية، مثلا منطقة الجليل ومحيط الناصرة، نوفا جليل اللي هي نصيرة عليت، منطقة الشاغور، مجد الكروم، دير الأسد، البعني، الرامي، يجدون الحل في كرميل، هناك في منطقة وادي عارة مؤخرا، ومنطقة المرج ابن عامر، منطقة العفولي، ومنطقة الخضيرة وحريش. ولكن هذه ليست حلول حقيقية. نحن نريد للعائلات العربية وخاصة للطبقة المتوسطة في البلدات العربية التي باستطاعتها أن تذهب وأن تشتري بيوت في نوفا جليل وغيرها من البلدات اليهودية التي تصبح طبعا رويدا بلدات مختلطة، نحن نريد لهذه الشرائح القوية من المجتمع العربي أن تبقى في بلداتها، وأن يكون الحل السكني لها متوفر في البلدات العربية. وهذا ما يجب أن تقوم الأحزاب والحركات السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية بالتشديد عليه في برامجها الانتخابية، وأن تسعى من أجل تحقيقه على أرض الواقع، وليس فقط بإطلاق الشعارات وإطلاق الوعود الفارغة. نعم نحن على أعتاب. نعم دكتور حنا سويد، أنت ذكرت وتحدثت عن النظر اليسير ما قدمته الحكومة، خصوصا بعد تدخل القائمة الموحدة، إلى أي مدى تلبي برأيك المخططات التي طرحت في نطاق الخطة الحكومية في السنة الأخيرة، إلى أي مدى تلبي احتياجات البلدات العربية؟ طبعا أنت تؤكد أنها غير كافية. طبعا أنا أقول بأنه يعني ما تم لغاية الآن من مخططات جديدة ومن وعود جديدة، وليس فقط بفعل القائمة الموحدة، هو نتاج لنضال السلطات المحلية العربية ونضال كل الأحزاب والحركات السياسية التي تمثل المواطنين العرب، سواء في الائتلاف وسواء في المعارضة. يعني أذكر هنا مشروع 922 في عام 2015-2016، لم تكن أحزاب عربية في الائتلاف الحكومي، وبالرغم من ذلك مشروع 922 هو مهد الطريق عمليا، وبدأ عمل خطوة أولى في مجال التعامل مع الضائقة السكنية. فلذلك ما قلت عنه بأنه هو تطور وتحسين على الورق وبالوعود لغاية الآن، هو ليس فقط نتاج عمل القائمة الموحدة وانضمامها إلى القائمة إلى الائتلاف الحكومي. باعتقادي هذا العمل لم يؤتي أكله ولا يوجد له تأثير عملي على أرض الواقع، علما كما قلت بأنه في مشاريع تحققت قبل ذلك. الآن يجب التشديد. دعني أقول بأنه وزيرة الداخلية المسؤولة عن قضايا التخطيط والبناء والتي تصول وتجول في هذا المجال هي تمثل 4 أعضاء كنيست،
القائمة الموحدة أيضا لديها 4 أعضاء في الكنيسة. هل هناك من يعتقد أنه تأثير شكيد على هذه الحكومة موازي لتأثير القائمة الموحدة؟ الجواب لا. طبعا الوزيرة شكيد تسيطر حقيقة على كل قضايا التنظيم والبناء وتعتمد على قوتها البرلمانية. نحن نريد للقوائم العربية أن تستعمل تمثيلها في الكنيسة ب10 أعضاء، وأتمنى أن يكون أكثر من ذلك بكثير، لكي يتم الضغط حقيقة على الحكومة من أجل أن تقدم حلول يمكن تنفيذها، ليس على الورق وليس بالوعود الفارغة. قانون الكهرباء، يعني ماذا فعل قانون الكهرباء؟ هل حقيقة ساهم في حل الضائقة السكنية؟ أنا أقول لك بكل مسؤولية، الجواب هو لا. ربما سهل بوصل بيت أو بيتين أو 10 بيوت لغاية الآن بشكل عملي وفعلي. فلذلك نحن بحاجة إلى برنامج، إلى ضغوط حقيقية، وإلى اشتراط بأن يتم تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالوعود الفارغة والطنانة والرنانة. دكتور حنا السويد، دعنا الآن في هموم المواطن العربي الشباب. شاب يريد أن يتزوج، يبحث عن بيت، أو عائلة مثلا تريد أن تزوج ابنها، هل من السهل عليهم إيجاد مسكن؟ أو بمعنى آخر، ما هي أبرز المصاعب التي سيواجهونها في سبيل الحصول على مسكن إذا نوع على خير زي ما كنا؟ الأجرة، معدل الأجرة لدى العائلة من الطبقة الوسطى هو حوالي 10,000 شيكل، يعني في السنة 120,000 شيكل. نحن أجرينا حسابات وتقديرات أن هناك حاجة إلى 160 معاش شهري لكي يتم شراء أو إقامة بيت خاص، يعني حوالي 1,500,000 إلى 1,600,000 شيكل تقريبا حساباتنا. أين يمكن أن نجد عائلة وأزواج شابة باستطاعتهم أن يوفروا 160 معاش شهري حتى يتمكنوا من أن يشتروا بيت، رغم التسهيلات ورغم الحصول على القروض السكنية، لأنه هناك انعدام أيضا للبناء للاستئجار في البلدات العربية. يعني العائلة العربية لا يمكن أن تستطيع ببناء بيت بين عشية وضحاها، هي بحاجة أن ترتب مكان وبيت سكن خلال عدة سنوات حتى تستطيع توفير ولو مبلغ أولي تستطيع أن تشتري فيه بيت. فلذلك هذا الأمر غير متوفر في البلدات العربية، ولذلك نجد الكثير من العائلات والأزواج الشابة يسكنون لدى أهاليهم، لدى ذويهم، أو ينتقلون للاستئجار في المدن اليهودية. 160 معاش شهري هناك، هذا هو السعر المعدل للبيت لعائلة متوسطة. هذا بعيد المنال في البلدات العربية، ويجب العمل أن يكون هناك دعم حكومي حقيقي. والدعم الحكومي الحقيقي، أقول لك نحن رصدنا أنه الدعم الحكومي للعائلة الواحدة في البلدات اليهودية يصل إلى 500,000 و600,000 وأحياناً 800,000 وأحياناً 1,000,000 شيكل لشراء وحدة سكنية. إذا قامت وزارة الإسكان بدعم الوحدة السكنية في المجتمع العربي ب50,000 شيكل فهي تطنطن لذلك وتجعل من ذلك عجيبة كبرى. والحقيقة أنها بالمعادلة أو بالموازاة في المجتمع اليهودي يعني تسهم ب20 ضعف أو بأكثر من ذلك في دعم العائلات. هنا يوجد تمييز صارخ، وأقول لك إنه قضية السكن والتغلب على ضائقة السكن هي أمر وجودي، لأنه يضمن بقاء العائلات والتكاثر السكان العربي في هذا الوطن، وإلا سيفكر الشباب والعائلات الأزواج الشابة بالهجرة من هذه البلاد. يجب أن لا نقلل من أهمية هذا الموضوع، وهو يوازي لا بل يفوق قضية العنف المستجري في البلدات العربية الذي أصبح نتيجته أيضا هناك بعض العائلات تفضل وتفكر بالهجرة لأنها تضيق ذرعا بالحياة تحت مظلة العنف في هذه البلاد. طبعا نريد أن نسألك عن دور السلطات المحلية في قضية التخطيط والبناء، وكذلك بالمناسبة نسألك عن مع اقتراب موعد الانتخابات، يعني ما برأيك دور الأحزاب العربية في معالجة هذه القضية وتوفير الحلول العملية والسريعة التي تخفف من معاناة المواطنين العرب؟
أنا أقول بأنه يجب على المواطن العربي الذي يبغي والذي بوجهة نظري يجب أن يشارك في هذه الانتخابات، أن يطالب الانتخابات، يطالب الأحزاب السياسية التي تريد أن تخوض هذه الانتخابات أن تعرض برنامجها المفصل عن كيفية التعامل مع ضائقة السكن في المجتمع العربي. يعني لا يكفي فقط الحديث بالعموميات ونريد ونطالب وسوف وما من كلمات التسويف المعتادة. يجب أن تقوم الأحزاب العربية حقيقة بوضع خطط مفصلة وبخطوات مختلفة وعلى مدى زمني مختلف من المدى القصير إلى المدى البعيد، كيف تخطط لمعالجة ضائقة السكن في البلدات العربية. هذا أمر ضروري، ويجب أن يشترط كل من يريد أن يصوت لحزب عربي على هذا الحزب أن يضع خطة من هذا النوع. هذا أولا. ثانيا، السلطات المحلية العربية يقع على كاهلها أيضا مهمات جمة وجليلة في هذا المجال. السلطة المحلية هي الحكومة المحلية، وهي يعني الفاصل، أو هي واجهة الحكم المركزي أمام المواطن، وهي وسيلة المواطن أمام الحكم المركزي بالمطالبة بأن يكون هناك اهتمام وإيجاد حلول للسكن في البلدات العربية. فلذلك كل مرشح لرئاسة السلطات المحلية العربية يجب أن يقوم بوضع خطة ملائمة لبلده المحدد والمخصص، كيف سيتعامل مع ضائقة السكن، ما هي الاحتياجات الحقيقية من ناحية المباني السكنية ومن ناحية المباني التجارية والخرائط الهيكلية ومسطحات البناء ومناطق النفوذ. يجب أن يعني نطالب كمواطنين من يريد أن يقود مسيرتنا التنموية أن يعرض الحلول المفصلة وعدم الاكتفاء بالعموميات وبالشعارات الفارغة. طيب نسألك سؤال أخير، يعني طبعا أنت ربما تطرقت إلى ذلك، عن تبعات وآثار أزمة السكن على المجتمع العربي بشكل عام. قلت أنه يعني الأزمة هي أزمة حقيقية، وهي أزمة خانقة، وهي تخلخل وجودنا في هذه البلاد إذا استمرت على هذه الشاكلة لفترة طويلة. أضف إلى ذلك، وهذا ما أربطه يعني من ناحية ضائقة السكن بما تقوم به الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الأخيرة، نرى الضائقة السكنية وما يرافقها الآن هو غلاء الأسعار الفاحش. يعني ليس فقط أنك بحاجة إلى مشروع حياتك وهو اقتناء أرض وبناء بيت، وإنما يضاف إلى ذلك أنه أصبح اليوم يعني الغلاء الذي تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة ومن يساند هذه الحكومة. يعني نحن نلقي باللائمة على كل مركب من مركبات هذه الحكومة، هو أنه هو السبب في غلاء المعيشة الذي يضيف إلى نار الضائقة السكنية المزيد من البترول والمزيد من البنزين، وإمكانيات المواطن تتضاءل وتتلاشى من أن يخرج من هذه الدائرة المفرغة، من ناحية ضائقة السكن ومن الناحية الأخرى غلاء المعيشة الفاحش. في كثير من الحكومات استوعبت الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية ولم تحولها وتدحرجها على المواطنين، فبقيت نسب الأسعار معقولة في دول غالبية دول العالم. في هذه البلاد وتحت هذه الحكومة أول ما سمعوا سمعة بأنه في غلاء بترول، سعر لتر البنزين في الشهرين الأخيرين ارتفع بحوالي الثلث، وهذه أرقام خيالية تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية وكل من يدعم هذه الحكومة. شكرا لك الدكتور حنا سويد، عضو كنيسة سابق، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، كنت معنا مباشرة من عيلبون. شكرا لك. شكرا. وننتقل إلى